بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى في مراجعات مادة علم النفس في الصف الثالث الثانوي. وطبعا احنا هنا كنا خدنا قبل كده 60 سؤال بشكل عام على المنهج، فإن شاء الله ناخد 60 سؤال كمان إن شاء الله، لعل وعسى نكون غطينا أجزاء متنوعة من المنهج. وزي ما احنا قلنا ان احنا ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان نغطي على سلسله حلقات مقتطفات من الكتب، بحيث ان احنا نعرف افكار مختلفه ونبقى احنا غطينا السوق بقدر الامكان. يعني في عندي امتحان بيتكلم على، يقول ابراهيم الكوني: ولكن انبل الامر هو الامر الذي يعرف دون ان يجري على عضله اللسان، وما يعرف يقال دائما دنس في دنس. يعني واضح الألفاظ هنا يعني منمقة، وألفاظ يعني ألفاظ قوية شوية، وواضح ان هو طبعا ذكاء لغوي وعارف، شخص بيعرف يستخدم ألفاظ يطوق بها الكلمات. يعني يقول إبراهيم الفقي: إذا لم يكن الهدف الذي تحققه هو هدفك الشخصي، فلن تنال السعادة عند تحقيقه. يعني فكرة الهدف، يعني كل بني ادم مننا بيبقى ليه هدف، تمام؟ يعني تخليني كده اقول لك، انت بتجري في الملعب وبس، مش عارف انت عايز ايه. طب انا بجري في الملعب، هتتعب، ولما تتعب يعني ايه الدافع لأومك تاني؟ فقلت مش عارف والله، بس انا بجري وخلاص. ففكرة انك دايما يبقى في دافع، ده الاهم، ده الدينامو اصلا. يعني زي كده الحيوان، لولا وجود دافع الجوع، والانسان لولا وجود دافع النجاح لما كان مثلا مديرا وقائدا، والحيوان لما كان على قيد الحياة. فالدافع مهم جدا جدا لحضرات في استمرارية العمل. يقول ايمانويل كانت: من الصعب على الفرد المنعزل حل مشاكله، لان عدم النضج اصبح شبه طبيعي بالنسبة له. خلي بالك ان احنا ده بيتكلم على نوع معين من انماط الشخصيه، وانماط الشخصيه دي نظريه من ضمن النظريات اللي اتعملت، وكان واحد اسمه هيبوكرات، وده اللي قال ان الشخصيه عباره عن ثلاث الوان في وجهه نظري، اربع الوان قصدي: دموي بلغمي وسوداوي وصفراوي، وطبعا ما بين بقى متشائم وما بين مندفع وما بين كسول، والانسان خليط من الاربعه دول، بس كل واحد بدرجات. يعني وطالما كل واحد بدرجات، معناها ان في واحد يزيد عنده شويه، يقل عنده شويه، وهكذا. فانا عرفت ان طالما انماط يبقى على طول هيبوكرات، وقلنا ان واتسون دي مدرسه السلوكيه او كمثير، وفرويد بيتكلم على الداخل او اللاشعور، ونورما بيتكلم على تجهيز المعلومات. يقول توماس اديسون: الاهم من ان تتقدم بسرعه هو ان تتقدم في الاتجاه الصحيح. يعني فكره انك تنمو خلاص مش هو ده الازمه، يعني فكره انك تنمو فين، تنمو ازاي، فكرة انك تجري مش هي الازمة، فكرة انك تجري رايح فين. فطبعا ان هو لازم يكون ليه اتجاهات، وبيحقق الاتجاهات دي، اتجاهات طولية واتجاهات عرضية، يعني اعلى رأس الاسفل القدم منتصف الصدر الذراعين. فالنمو عارف رايح فين وجاي منين، ودي نقطة مهمة. خمسة، يقول سفيان الثوري: مثل العالم مثل الطبيب، لا يضع الدواء الاعلى موضع الداء. شوف، الدواء مهما كان، حتى الاكل مهما كان مفيد، مثلا اللحمة على قد ما بتدي بروتين على قد ما بتجيب نقرس، السكر على قد ما هو مهم بيدي طاقة على قد ما هو لو زاد بيعمل مشكلة. يعني كل حاجة لو زادت عن حدها بتتقلب لضدها. فبناء عليه نفس الفكرة برضو، الأمة لما بتاخد الأدوية بدون أي اتزان وبدون أي ترشيد، فطبعا بيحصل خلل في الجسم أو في الجنين، وبيحصل مشكلة بعد كده. يقول تشارلز ديكنز: السعادة والرضا أدوات تجميلية عظيمة وأدوات خادعة لحفظ مظهر الشباب. مظهر يعني بياخد الشكل بالصورة بالسمعة، مش لسه بقى تعمل معاه. عارف انت في مثل يقول لك ايه؟ عارف فلان اعرفه عشيرته؟ لا، يبقى لسه ما تعرفوش. فانت لما تاخد الشخص من بره، ممكن يبقى شخص شيك جدا وتلاقيه نصاب مثلا. فلما تاخد الشخص من بره، يبقى انت اخدت بالمظهر، وده كشخصية كمثير، يعني زي ما قلنا قبل كده. سبعة، تزيين الجسم أسرع من تزيين النفس، تجسد المقولة السابقة إحدى نظريات الشخصية. بره نفس الفكرة، تزيين الجسم غير النفس. شوف واحد بره بيبرق من جوه،
عتمه من جوه حقود، لو كلمته من جوه يبقى فرويد تحليل نفسي، من بره يبقى النظريه السلوكيه باعتبار ان ده المثير يعني. برضه نفس الفكره. يقول كاكيا: تولد السعاده من حب الغير ويولد الشقاء من حب الذات. تجسد المقوله احد انواع الشخصيه. يعني شوف الشخص هنا اللي بيبالغ في حقيقه نفسه وبيكذب ويبالغ في الكذب ويبالغ في الحركات وعايز يظهر ويبالغ في عمليه انه يظهر للاخرين، طبعا شخصيه هستيريه يعني ما فيهاش كلام. 9 يقول ارنولد شوارزينجر: لا يمكنك تسلق سلم النجاح ويداك في جيبك. ودي طبعا معناها بيتكلم على العوائق اللي ممكن تقابلنا. ف يعني لو ما لقيناش يعني الطريق ده بيودينا في ألف طريق تاني يعني، كل الطرق تؤدي الى روما يعني، في اكتر من وسيله عشان تحقق نفس الهدف يعني. يقول بنال كاندس: في كل عباره تكتبها القليل من الحقيقه والكثير من الخيال او ربما الامنيات. والله ده بقى هيرجع على او يرجع الى فكره انت مركز في اللي بيتقال ولا لا يعني. واحد يفضل يكلمك كلامك يقول لك انت مش واخد بالك من الكلام ولا ايه، انت واخد بالك معاه، واخد لي بالك، واخد لي بالك، دي معناها انت منتبه معايا، عارف انا بقول كل كلمه فين. ففكره الانتباه هو اللي هتعرفك ان اللي بيتقال ده مبالغه ولا بيتقال ده حقيقه ولا بيتقال دي معلومه ولا بيتقال ايه بالظبط يعني. فطبعا مهم جدا التركيز والانتباه. المبالغه في الحكمه فيها بعض الجنون. المبالغه في الحكمه فيها بعض الجنون. يعني دي اقرب للانطوائيه، زي كده العلماء اغلبهم بيبقوا منطويين للوصول لاكبر قدر من الحكمه، فطبعا اقرب حاجه للانطوائيه. 12 اختر كلامك قبل ان تتحدث واعط الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام. فكره هنا الربط بقى، فكره الربط، وطالما فكره الربط يبقى احنا هنا بنتكلم على نظريه بافلوف. 13 يقول عبد الله عود: التردد ضعف مرده الى عدم الثقه بالنفس. يعني الانسان دايما بيبقى مش عارف يختار ده ولا ده، اروح ولا ما اروحش، اكل ولا ما اكلش، اشتري ده ولا اشتري ده، فده تردد، ده اسمه صراع داخلي. وزي ما قلت لك قبل كده، في حاجتين حلوين محترمه بينهم: عريسين لو بنت، عروستين لو ولد يعني قدام اكتر من حد كويس يعني، كليتين وانا جايب مجموعهم مثلا، ودول حلوين يعني. فالتردد ما بيستمرش كتير، بس اسمه تردد في الاخر يعني، صراع يعني، اخد ايه وما اخدش ايه. احجام بقى زي المرض الصعب والدواء بتاعه، ف يعني تستحمل كورونا باثارها ولا تستحمل اللقاح كده يعني، والاضرار اللي ممكن بيتكلموا عنها او الاشيعات يعني. فدي برضو فكره صراع. فكره انت عايز تاكل بيتزا مثلا بس خايف هتتخن، فمحب هنا حب عندك في اقدام، وخوف هنا احجام. فهي دي النقطه يعني. فطبعا ده كله صراعات. 14 يقول غوستاف لوبونا: اصل ثبات الخلق او الخلق ثبات البيئه يعني. طبعا ده بتشير الى اهميه دراسه الاتجاه عشان نجعل الافراد يعني نخليهم على سلوك يبقى ثابت ومستقر نسبيا، فما يبقاش شخص اهوج في توجهاته يعني، ما يبقاش عارف هو عايز ايه، عامل زي السفينه اللي مش عارفه رايحه فين يعني. 15 يقول كفاح فياض: ان المعرفه لم تعد قوه في عصر السرعه والانترنت والكمبيوتر، انما تطبيق. طبعا واضح جدا ان ده الحاسب الالي زي ما قلت قبل كده. من يخشى السؤال يخجل من التعلم، والسؤال هو المعرفه، وطالما معرفه يبقى جانب عقلي. يقول نيلسون مانديلا: التعاطف الانساني يربطنا ببعضنا، ليس بالشفقه او التسامح ولكن كبشر. تعلموا كيفيه تحويل المعاناه المشتركه الى امل المستقبل. فده يعبر عن المكون الانفعالي والسلوكي مع بعض. فطبعا دي
مثلا انا شرحت لكم قبل كده ان عندنا ثلاث مكونات: معرفي ووجداني او وانفعالي وسلوكي، وطبعا العباره دي عباره صحيحه. 18. الجهد المنظم المرتب له عوائد مضاعفه تجسد العباره. يعني جهد منظم مرتب له عوائد مضاعفه، يعني انت بتبذل جهد كبير في الشغل بتاعك او في مذاكرتك، فبيحقق بعد كده نتيجه، مش دايما طبعا، ولكن هو المقصود هنا يعني. الثقه بالنفس والمهاره جيش لا يقهر تجسد العباره، احدى الصفات الايجابيه. الثقه بالنفس طبعا يعني قولا واحدا هي موجوده في الطفوله المبكره. يبقى السؤال رقم 19، الثقه بالنفس دي من الصفات الايجابيه اللي موجوده في الطفوله المبكره. السؤال رقم 20، يقول جوزيف كونراد: لا يدعي احد انه يحب النميمه، ومع هذا سيستمتع بها الجميع. بيقول لك اكتب، ما اكتبش ابدا، نم. لا لا ما نمش انا، روح اعمل بالعكس. فطبعا عمليه انكوري. طب ايه الاسكوت؟ زي ما قلت لك ما بتعترفش باللي انت بتعمله، بتقول المسؤوليه على الاخر. ايه التبرير؟ بتقول حاجات ينفع تتصدق بس هي مش حقيقيه، زي كده ما جيتش ليه النهارده مثلا، صحيت عمال اكح وسخن شويه فخفت اجي عشان اشتباه كورونا يعني. فسهل دي سهل تتصدق، ده ما حدش متاكد بس سهل تتصدق يعني. فدي بقى سبب يبدو مقنع يعني، بس الاختيار هنا طبعا بتاع الانكار، انا بشرح بس الباقي. ان المدراء الذين لا هم المديرين يعني الذين لا يعرفون واجبه القلق يموتون باكرا. زي ما احنا قلنا كل ما كان قلقك مرتفع، كل ما كان دقه تصويبك في القرارات بقت صعبه جدا. الفرق بين الحكيم والجاهل هي ان الاول يناقش الراي والثاني يجادل في الحقائق. كل واحد على حسب دماغه، كل واحد دماغه رايحه بالبلد كده زي ما بيقولوا، فطبعا دي فروق فرديه. قد تشعر بالاحباط عندما تتعرض للفشل، لكنك ستحكم على نفسك بالفشل ان لم تعد المحاوله مجددا. ده طبعا حاجه خاصه بيك يعني، انسان فشل مره وكبر دماغه. يعني في ناس بتفشل 20,000 مره. ففكره انك طول ما انت بتفشل، بس طبعا اهم حاجه تشوف انت بتفشل بنفس الطريقه ولا لا، يعني افشل بس بطرق مختلفه. مفيش مشكله، لنفس الهدف يعني. لان كل طريق مختلف هيعلمك، لكن تفشل بنفس الطريقه يبقى انت مش عايز تنجح. يقول ديريك بوك: ان اذا كنت تعتقد ان التعليم باهظ الثمن فلتجرب الجهل. يعني خليني اقول لك على حاجه، التعليم يعني ده جانب معرفي يعني خاص بالمعلومات اللي هتجيلك، ويعني في ده هيترجم ليه؟ هيترجم لسلوك. فطبعا اقرب حاجه المعرفه والسلوك للسؤال طبعا. يقول ليمي لوفاتك: لا شيء اجمل من ابتسامه تكافح الظهور ما بين الدموع. شوف برضو فكره ان انت دايما باستمرار انك بتحاول تظهر حاجه غير الحاجه الحقيقيه، يعني تلبس وش غير الوش التاني، وده معناه انك بتتقمص دور مش دورك، او مشاعر مش مشاعرك، او وش مش وشك، وبالتالي ده بنسميه تقمص يعني. يقول الشقيري: اللحظه قد تغير يومك، واليوم قد يعني حاجه مبنيه على حاجه، حاجه مبنيه على حاجه، حاجه تؤدي الى حاجه، واليوم قد يغير حياتك، وحياتك قد تغير العالم، وهكذا. فطبعا بتبدا بايه يعني؟ الاساس بيبدا بايه؟ طبعا بيبدا بالحياه الجنينيه، وبعد كده بقى الرضاعه. طيب 27، معلمه تعتمد على الضرب لمعاقبه الطلاب، اصبح الطلاب يخافون منها حتى وان كانت غير مقبله على اعقابهم. في خلاص بقى اللي يعني الطالب هنا حتى ممكن يكره التعليم، يبقى ربط ما بين القسوه والتعليم. فطبعا عمليات الربط دي بتبقى في التعلم الشرطي الكلاسيكي. طفل المدرسه الابتدائيه اصبح يقول مدرسه بدل من مدرسه، ولكن تزامنا مع مولد اخ جاري. يعني هو عايز يلفت الانتباه، حد الانظار اتخذت منه، عايز يهزر بقى مع الولد الصغير. فالحاجات اللي كان بيعملها زمان ورجع يعملها دلوقتي في دي احنا بنسميها نقوص. زي ما احنا قلنا حد كان بيلبس شورت مثلا وهو في سن العشرينات الثلاثينات، وبعد كده بدا يلبس شورت وهو في سن السبعينات مثلا في الشارع، يروح الشغل الشورت مثلا. فهي الفكره كلها ان انت الحاجات اللي كنت بتعملها زمان رجعت تعملها دلوقتي عشان تلفت الانتباه او تجدد الدنيا من تاني بشكل مختلف، فده في حد ذاته بنسميه نقص.
رغبة لامار في الذهاب مع أصحابها في رحلة النيل لأنها تخاف من الغرق، حبة ومخيفة، حبة وخايفة، يبقى طبعا إقدام إحجام. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، ذكاء شخصي أكيد. يعني حقيقة أنت شخص بتعمل حاجة عشان توصل لحاجة تانية، فأنت عارف أنت عايز تعمل إيه وتخطط وبتاع، حدد هدفك، فده ذكاء شخصي. بدون تحديد الأهداف بوضوح يصعب الحديث عن قرارات جديدة. يعني هو الراجل قالها لك، يعني أنت عايز تعمل إيه؟ عشان نبدأ نشتغل. فأي نظرية في الدنيا عشان نعرف هي صح ولا لا، لازم الأول تحدد أهداف وتسعى ليها، وبعد كده تيجي تطبقها لقيت حققتي وخلاص. يبقى دي تحديد الاتجاه طبعًا، أنت هتدرس إيه؟ الهدف بتاعك. تقول سحر الموجي: الفن مقاومة الألم تسمو فوقه، ليس هروب منه. برضو عندنا يعني الفن هو مش العلاج، الفن هو نوع من انواع التأقلم والتعايش. لما تسمع موسيقى بتعبر عن اللي جواك، فبتنزل الحياة تاني، فبيحصل مواقف، فبتتضايق، فتنهار، مش عارف ايه. فالفن احد الوسائل اللي بتخلي الانسان يتأقلم مع احزانه يعني. فطبعا تكيف. يقول مارك توين: عند قول الحقيقة ليس عليك ان تتذكر اي شيء. يعني انا هنا بتكلم على حقيقة مطلقة، بتكلم على معنى مجرد، بتكلم على حكمة، فطبعا دي بتبقى الفلسفة. يقول كونفوشيوس: دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. يعني احنا في ميدان زي ما قال ابن خلدون، الماضي ميدان، تاريخ ده ميدان مليان احداث، ونتعلم منه عشان نتلاشى اللي جاي، فطبعا علاقته بالتاريخ. يقول باولو كويلو: فلتكن شجاعا وتخاطر، فلا يمكن استبدال الخبرة بأي شيء آخر. محدش بتقول شجاع، ولكن تقدر تكتسبها، فبالتالي أو مولود بلغة معينة أو ثقافة معينة أنت بتكتسبها من الواقع، فطبعا دي اجتماعية إيه؟ مكتسب. يقول خالد الرجحي: يبقى النجاح في كل شيء له تأثير السحر في انشراح الروح وتحقيق الذات. حاجة تؤدي إلى حاجة، متماسكة، مترابطة طبعا. زي كده بالظبط، إن الحالة المعيشية لما ترتفع الحالة النفسية ترتفع معها، الحالة الاقتصادية لما ترتفع الحالة المعيشية ترتفع معها، وهكذا. يقول سيجموند فرويد: استمرار العلاقات الاجتماعية يحتاج إلى بعض الحب والاهتمام ومساحة من الثقة. طيب احنا هنا عندنا زي ما قلنا ان العلاقات الاجتماعية، انا عشان علاقتي بيك تفضل مستمرة فبتفاعل معاك باستمرار، اكلمك، اسأل عليك، السلام عليكم، انا رايح في الجاي، مش عارف ايه، فبيبدا ينشا عمليه تفاعل، وبالتالي التفاعل يؤدي الى علاقات وهكذا. فده طبعا اهميه التفاعل. 38. يقول ابن خلدون: اتباع التقاليد لا يعني ان الاموات احياء، بل ان الاحياء اموات. وطبعا دي يعني ده هيتناقض مع ايه؟ اكيد طبعا هيتناقض مع العموميات. طيب طبعا احنا شرحناها قبل كده عشان ما نستمرش فيها. يقول وليد شكسبير: على المرء أن ينتظر حلول المساء ليعرف كم كان نهارا عظيما. طيب برضو الظلام، يعني الدنيا كانت خلاص مش أي متان، يعني زي كده وضعنا في المجالات المختلفة من سنين، دلوقتي بقى أفضل كتير جدا جدا نتيجة التطورات والحاجات اللي بتحصل. فده معناه ان بقى في مقاومات بنشتغل عليها، سواء بقى مقاومات بحث علمي او مقاومات بيتم تأسيس عليها المجالات المختلفة. فالخروج من الجهل للنور او من الظلام للنور طبعا ده محتاج شغل، والشغل هنا المقصود بالبحث العلمي يعني. يقول افلاطون: الكرامة مجد يأتي نتيجة عقل مستقيم ومجد. طبعا يعني عبارة بيولوجي كده كده صحيح يعني. الاختيار وحده يصنع الفرق بين الانسان واي كائن اخر. انا ممكن احتار ما بين الاجابات دي كلها، ولكن هو بيفرق لي بين الانسان واي حاجه تانية. فطبعا هو بيكلمنا على الثقافه انها عمليه انسانيه، اي انها يتميز بها الانسان فقط لا غير يعني. فاي مجتمع وحضاره والاخره ما لهاش حل غير ان هي الانسان فقط. يقول انطوني دانجيلو: حاول الا تغرق في المعلومات وانت تبحث عن المعرفه. فيرجعني برضو لسؤال مهم، هي الثقافة ايه؟ معناها ايه؟ فتقول لي الثقافة بأني معنى؟ الثقافة دي ليها ثلاث معاني، ثلاث مناظير اقصد يعني، او ثلاثة منظور.
كلها يقول لك الثقافة دي هي اللي في المعلومات، قدك عندك قد ايه معلومات، يبقى الثقافة كما عارف الثقافة دي المفاهيم اللي متعامل بيها مع بعض، بيفهموا بيها الفئات بعضها البعض، اللي هي مفاهيم أساسية ومفاهيم مترابطة. أنت تقصد الثقافة بأي معنى؟ فبما أننا بيكلمنا عن المعلومات يبقى يقصد الثقافة من زاوية الرؤى المتعلقة بالثقافة كمعرفة. يقول بيل جيتس أو جيتس الإنترنت أو الإنترنت معلش آسف الإنترنت بيبقى أصبح الساحة العامة للقرية العالمية. طيب خلينا نتفق على حاجة، طبعا الإنترنت ده عبارة عن آلة تستخدم لتصغير العالم، يعني أنا عايز اروح لعالم، اروح لامريكا، اروح لاستراليا، اشتري حاجه من هناك، اتفرج على الناس، اشوفك تاكل وتشرب مش عارف ايه، فالعالم هنا كله بقى في ايدك بين قبضه ايديك. وده طبعا معناه نتيجه الوسيله الاهم على الاطلاق في تاريخ الانسانيه، وسيله الانترنت. 44 بعد ان توصل علماء للهواء، الهواء ليه ضغط ووزن، قدروا يعملوا منطاد هوائي باللونه الكبيره يستخدموها السياح في الأقصر وأسوان وكده، فحولوا الأفكار والنظرية نفسها إلى تطبيق. فعرفنا إن اللي أنت قلته ده ما كانش أي كلام، يعني عرفنا اللي قلته ده يعني الكمبيوتر اللي قدامك ده والكاميرا نفسها كانت عبارة في يوم من الأيام عبارة عن أفكار، والأفكار دي اتحولت، وطالما اتحولت بقت ترشيد وتطبيق. يقول نجيب طبعا فكرة ترشيد وتطبيق إن دايما أنا ما بعرفش اللي أنت بتقوله ده صح ولا غلط غير لما بطبق يعني او بنفذ اللي انت قلته يعني. يقول نجيب محفوظ القوة عند الضرورة والحب في جميع الاحوال تشير الى طبعا احد انواع المشاركة في العمل التطوعي، ده امر طبعا مفروغ منه صح. يقول عبد الرحمن جمال المراكبي بين التدين والتشدد شعرة دقيقة، وبين التشدد والتطرف شعرة ادق، وديننا دين الوسطية. يعني انا عايز اقول لك طول ما انت واقف في النص فانت راجل معتدل، جيت لليمين قوي او للشمال قوي يعني بقيت اوبن مايندد قوي، وبقيت يعني شخص اكستريملي قوي يعني يا اما يمين قوي يا اما شمال قوي، اللي هو شخص متشدد جدا في كل حاجه، فدي ما فيهاش اعتدال. يا بتلبس اسود قوي يا تلبس ابيض قوي بقيت الالوان. فالفكره كلها انك دايما خليك في الوسط عشان تبعد عن التطرف باي حال من الاحوال. يعني والتطرف مش معناه انك تمسك سلاح، التطرف معناه ان الفكره اللي انت مؤمن بيها منحاز ليها جدا 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 يا يمين او يا شمال او. القدوه الحسنه خير نصيحه. يعني تشي جيفارا مثلا قال لك ان كفوا عن الثرثره فالعالم في حاجه الى مزيد من القدوه، يعني عارف العيل الصغير بيتعلم بالتقليد، فده معناه ان انت لازم تعمل قدامه فيقلدك، مش تتكلم قدامه، لا اعمل اعمل، لا هتلاقيه صلى زيك، هتلاقيه بس ايدك، هتلاقيه عمل حاجات كتير جدا لان هو بيقلد اللي انت بتعمله. يقول جورج اليوت المكافاه لمهنة انجزت هي القوه على انجاز مهمه اخرى، انجزت هي القوه على انجاز مهمه اخرى، وطبعا دي عباره صحيحه بيتكلم على العمل التطوعي. يقول دوب فور كما يحتاج الليل الى نجوم يحتاج المجتمع الى شعراء. طبعا هو عمليه ربط هنا ما بين كلمتين في كلمتين، يعني الليل مع النجوم، المجتمع محتاج شعراء، الاكل جوه الثلاجه، النور للضلمه، فكل اتنين مع بعض مرتبطين مع بعض يعني. فعايز اقول لك ان دي كده علاقه، هناك علاقه بين كذا وكذا، ودي طبعا بندرك بيها، دي عمليات استبصار، وبندرك بيها برضو الطفل الصغير بنعرف هو بيعرف يعني متاخر عقليا ولا مش متاخر. 50 لا تجعل من اطفالك معاقين بجعل حياتهم في غايه السهوله. طبعا انت محتاج باستمرار تخليه ينفتح عشان يفهم، واليات العولمه كتير بقى الانفتاح في الثقافه، بس طبعا خلي بالك عشان تاخد منها الايجابيات وتسيب السلبيات. يعني الاليات طبعا اللي هي زي الكمبيوتر والفضائيات وكده. يقول تيم بير لا يمكننا لوم التكنولوجيا حينما نرتكب نحن الاخطاء. طيب طبعا دي اجابه غلط. يعني المفروض ان لان هو بيتكلم عن مكون معرفي، فهنا يعني نقطه مهمه جدا، انا دلوقتي لما اجي اشوف التكنولوجيا هلومها؟
احنا عملنا الغلط، طب التكنولوجيا مالها؟ التكنولوجيا هي حاجة مصممة من ذات نفسها، فاللي متصمم عليها مش هتفكر، مش هتعتقد، مش هتؤمن بشيء يعني، فهي بتنفذ الموجود يعني. لن أضحي بالحقيقة من أجل المصلحة. ده عظيم، وده معناه إن إحنا عندنا في التعاون تلات عوامل. عامل بيئي، البيئة بتضطر إن نتعاون مع بعض، زي إن مثلا في ماسورة مية ضربت وعايزين كلنا نخرج من البيت فبنضطر، عايزين نشجر المكان. في عامل يعني عامل روحي اللي هو العقائدي، الأطفال بيتربى عليهم صغيرين على الدين وتعاونوا على البر والتقوى مثلا. في عامل نفسي بقى، وإن الفرد بيحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني الإنسان جواه نوعين من الدوافع، دوافع غيرية ودوافع أنانية. فالإنسان تلاقيه بيحاول يسعى لتحقيق مصلحة الآخرين بنفس القدر الذي يسعى فيه لتحقيق مصلحة نفسه، يعني ما بيبخلش على حد بنفس الخير. 53 يقول مالك بن نبي: الحضارة ليست كومة ولكن بناء وهندسة ومعمارية. طبعا أشكال الثقافة المادية، لأن كل ما هو ملموس ده بيبقى ثقافة مادية. تقول مارين لوبن: استخدام عاملين في الدول الفقيرة بنظام أشبه بالعبودية وأجور قليلة لتصنيع المنتجات التي يتم بيعها بعد ذلك إلى العاطلين عن العمل في الدول الغنية. طبعا هو عايز يتكلم على مفهوم العولمة بما يشمله من انفتاح العالم وما أحدثه من إيجابيات، طبعا هنا بالأخص السلبيات اللي هي تباين مستوى التنمية، إن الدول الغنية بقى غني والفقير بقى فقير نتيجة الانفتاح يعني. يقول ابن عربي: كل بقاء يكون بعد فناء لا يعول عليه، كل فناء لا يعود. يعني شوف عامل زي ايه؟ عامل زي ان 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 لا تولد بموت الفرد ولا تثنى بفنائه. يعني انا بتولد بلاقي لغه بتعلمها، بموت اللغه بتفضل مستمره، بتولد في مكان لقيت ثقافه، خدت الثقافه، مت في الثقافه بتفضل مستمره. فاللي بيجي في المكان بيتشكل بشكله وبيمشي، ويفضل الشكل موجود، القالب موجود، بس احنا بنيجي نخش جوه القالب ده ونطلع نتكلم شويه ونعيش بقى شويه، بعد كده بنموت ويجي غيرنا ياخد القالب ده زي الميه وهكذا. فطبعا دي بتعبر عن ان الظاهره الاجتماعيه ظاهره شيئيه. تقول هدير الهنداوي: ان الاثر العميق لعمل الخير يمتد بين ابناء المجتمع الواحد فيجعلهم عصبه ويزيد حدوتهم. طبعا ده بيعبر عن قد ايه القوه والتماسك والتباين ما بين الناس وبعضها، وده طبعا بتعمل الخير وترمي البحر زي ما بيقولوا، ده العمل التطوعي. 57 يقول نزار قباني: لا يشوه سمعتك الا من تمنى ان يكون مثلك وفشل اتركه وراءك يحكي. شوف طالما واحد عايز ينجح ويبان عن طريق ان هو بيشوه سمعتك، ده بقى صراع. انتوا الاثنين في مكان واحد بتنجحوا كل واحد بكفاءته وبقدراته، ده يبقى اسمه تنافس. اهم حاجه ما تعديش القانون وما تتعداش الاصول، يبقى ده اسمه تنافس. عديت القانون وعديت الاصول، يبقى ده كده اسمه سرعه. الغايه تبرر الوسيله، شيء امر مخزي انك اللي انت عايزه، يعني عايز الموبايل فتقوم جاي واخد موبايل وتقول لي ما انت اللي مش، يعني مثلا قمت صليت وجيت فما لقيتش الموبايل، وانت اللي مهمل فما تستحقش الموبايل ده، انا اللي استحقه. فده اسمه غايه تبرر الوسيله، انت بتعمل عليه اساس يعني. فطبعا ده بيبقى صراع اكيد يعني، غير ان انا لو عايز ابقى تنافس ان انا اشتغل واتعب واجيب فلوس واشتري موبايل. الله اعتق الريح وعليك ان توجه الشراع للسفينه. طيب النظريه الاجتماعيه دي بتتعمل على اساس ان احنا بندرس بيها حاجه منتشره في المجتمع وعايزين نلاقي لها حلول. فطبعا النظريه هي السفينه اللي فيها المعلومات اللي هتخلينا نحل المشكله اللي قدامنا، وده معناها ان احنا محتاجين نحدد في النظرية بالذات احنا هندرس ايه، يعني ايه المشكلة اللي عندنا، فده الشرع، فنبقى احنا عارفين رايحين فين طبعا بالبوصلة بتاعتنا. اخر حاجة 60 يقول كارل بودغ: الشعور بالوحدة لا يأتي بسبب عدم وجود اشخاص من حولك، ولكن من عدم قدرتك على التواصل مع الاخرين. ده اهمية التفاعل الاجتماعي طبعا العبارة صعبة. ده كده احنا حلينا 120 سؤال، مراجعة سريعة كده على كل اللي احنا خدناه، فأتمنى إن شاء الله يكون إن أنتوا استفدتوا، وبإذن الله هنكمل سلسلة الحلقات اللي فيها مراجعات من مصادر مختلفة في السوق إن شاء الله، بحيث إن احنا نغطي أجزاء كبيرة جدا بأفكار كتيرة جدا. نتمنى لكم إن أنتوا تكونوا استفدتوا. شكرا لكم، وكان معكم أحمد عز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.